مالك الصاد مالك. اهلا اهلا هلا. أهلين أهلين. هلا والله. اشتقنا لكم. كيفكم؟ تمام ماشي. نيجي نسلم ولا احنا لا؟ ناطرينك لبكره. نيجي نسلم ولا احنا لا؟ احنا لا ولا نسلم؟ انت لشو؟ انزلي. ولا انت كمان لشو؟ الحمد لله على السلامة. مدام كلوديا بعد 3 سنين؟ لا مع الحار يطلع هذا ومع السخنة يطلع مدري شو. على قلبي تقنيات مختلفة. يا حبيبي تعال غيرنا نشوف. ما عايزين موصلنا اول وجديد. شوف هاي هنيك جايك فكة قلبية مروان الأصفر اللوى. أنا بعيد نسيم بعيد عادي عادي نسيم بعد أنا قليل وعدك عشرة ثلاثة تركي ثلاثة أربعة وكونوا أربعة هم للبنات تايلاند. فقدر يجي قال لي أنا عندي ظروف صحية بعدين ترفع بالآخر قال في إشي ما عاد فينا نعمل وراء لأنه على أمل إنه هالوطن العربي يصير مثل أوروبا مثلا مش كل ما واحد يكون بده يجي نضل بدنا ثلاث تجميع فنعمل وراء وبيسكوا يعني هيك يصير واحد يفوت يجي هالشيء صار مع محمد سعد ومع مرتضى وما فينا يعني بدنا هو كمان عقله لك الاوراق بس كل احنا من غير ما يحتاج يعني احنا ما يحتاجه مدام كانه رايحين على امريكا او رايحين على مهم ان شاء الله عقليلكم تصير احسن عقليلي انا ما زبطت ما حدا فل فيكم بهالموسم كنا نكتشف قديش في ناس بتحبوا على قد الشتايم اللي نحن كاينين وهيدا شيء ما بزعلنا ابدا هيدا شيء ما بزعلنا هيدا شيء بزعلنا عليهم هن اللي بيشتموا بس نحن ما بزعلنا عم بحسسنا انه في هالقد ناس متابعه ومصدقه ومهتمه وطالما كل حدا فل نحن ظالمين يعني هالقد المستوى كان مهم يعني ما كان في ناس انه ما حدا ما حدا يعني بيعني من اول مره ما من اول ما من شخص ترك في ناس طلعت لتقول انه هيدا صوته حلو ليش طلع اول واحد ولازم يبقى هيدا شيء عظيم يعني معناتها كان عندنا مستوى ما كان عندنا فرق كبير شاسع بين الناس اللي بلشوا ايهاب هيك ليش نهزل ايهاب ايهاب جاي عم ينبش على الشيء بس طلعت سوبرانو عالي جاي خايف مثل الكل خوفه سيطر عليه وعلى صوته فل ما اخذ شيء من حقه بس مش هذا الموضوع كل اسبوع يوسف بالبرايم حبيبي يي مع اسمي لا لا عدوا عدوا بعدين بعدين ميرسي حبيبي شو حلو بتنا بحبنا بحبكم بزقف لكم عظيم ميرسي يوسف صحيح انا ما عندي غير الجمعه وحده يعني بس عن جد بعدين محلى على فكره شكلا محلى ما بعرف شو عامل تفضل كف عن جد انتم صرتوا عائلتي الثانيه وحياه الله من دون شك اخواتي ال 18 وعائلتي الثانيه 17 17 لما انت 18 انا 18 احلى صبيه شو صحيح فليت انا اول واحد بس ما تاثرت ولا واحد بالمية انه شيء ما واضح ما هذا اللي عم بقوله يعني حدا ما فهمين اصلا انه هذا برنامج كل جمعه بده يروح حدا منين بدنا نجيبه يعني بالنهايه منين بدنا نجيبه من برا في حدا منكم بده يفل هي هلا غير هيك كمان مرق علينا اول شيء كان موسم انا بالنسبه لي حلو بوجودكم انتم هو الموسم بيكون حلو اذا الطلاب منيح ولا لا مظبوط بوجودكم كان موسم كثير حلو
عن جد بدنا نعتبر انه نحن كنا محظوظين ومحبوبين من وعنا رضا من ربنا وبجهودكم كمان وعنا رضا من ربنا انه صار معنا حادثه ضخمه وخلصت على سلامه واللي هي الحمد لله الحمد لله. الرعب يلي انرعبناه واللي هي كمان عاشته ما كان هين ابدا بس فيها قوه سهيلة وفيها قوه شخصيه وفيها مثابره بخلي الواحد يطمن عليها انه بهالعمر بعيده عن اهلها بالغربه يصير معها هالحادث الخطير تتعامل معه بهالقوه الشخصيه وبهالتفاؤل رغم كل الصعوبات اللي مرقنا فيها شغله اكبر من عمرها كثير انا بعترف لها. الحمد لله على السلامه سهيل. الحمد لله. انت ناوي يخلص الاجتماع ما فيه ولا عمبايه بس بقى هلا انتوا كلكم كل واحد من لا ما بدي شكرا خلي عندك الله بيرضاني شكرا هلا خلصنا نحن بعد عنا هالفينال يلي كلكم رح تشاركوا فيه ويلي باقي فيه اربعه اليوم هن بيختلفوا عنكم بكتير اشياء بوجودكم هون اول شيء انه انتوا رحتوا ورجعتوا وهذا شيء عظيم من كل النواحي كتير منيح لإلكم بيقدر يكون مش منيح للباقيين ومش منيح لي نحن كمان ايه يعني ما فهمت بقول مش منيح لي نحن كمان برضو ليه؟ انه انا بالنسبة لي انا طلعت عبيت ستريس وجيت عبيت ستريس وجيت انا انا كمان لا انه مش لانه ما في شيء مضايقني برا لانه صدمت يعني قد ايه في كثير لج ولج يعني ما ارتحت يعني ما نمت يعني جسد يعني عمل يعني مش نفسيا يعني عبيت ستريس جسديا ما نمت جسديا ايه عال هيدا شيء منيح يعني انتم محبوبين بس هالجماعه هول الاربعه ما ظهروا ابدا ما شفت اهلهم خمسه عن جد بخيلك خمسة في خمسة ما ظهروا في خمسة ما شافوا أهلهم ما شافوا أصحابهم ما رجعوا على تختهم على فرشتهم على علمهم يعني ما رجعوا على ما رجعوا على الحياة الطبيعية ما فتحوا تليفونهم ما شافوا بعد اختبروا العالم برا شو هو إذا بحبهم إذا ما بحبهم هيدا شيء أنا بالنسبة لإلي بحسه صعب عليهم وصعب عليكم أنتوا تقدروا توقفوا حدهم بهالشغلة هيدا بفتكر رح نعمل فينال حلو لأنه في عنا اليوم يا ريتنا 18 بس مسابقة في 15 حدا كل حدا في ناس ناطرينه وهذا شيء بخلي البرايم يكون كتير حلو لأنه كل حدا في ناس ناطرينه موفق 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 مرسي خلي لي خلي لي لا بس كان لازم نبلش بالبنات ليديز فيرست موفق 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 عني لا انت جاي سائل كثير هالجمعه كانت قويه مدام كلودي في شيء ايفان ديرو تلاقوا فيه لا ما بعرف عملينا ايفان يا ريت يا ريت بلا نومينيشن عن جد متسلط لا عندكم كثير اشياء تعملوها هالجمعه وعندكم كثير تمارين لهالبرايم اللي بده يكون حلو كتير يلا ان شاء الله كلوديا 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 اذا انا وغيري يعني اذا بده يروح يتجه لهذا الدومين شو بيعمل؟ لانه يصيب يعني مش يصيب يعني انه يروح بيعمل ابحاث مين عم يشتغل وين الكاستينج بيصير بيتصل بالناس طب الكاستينج بيصير بس ينطرح مسلسل بيصير في كاستينج على اساس المسلسل هو المفروض هيك وفي اوقات بيصير كاستينج اذا واحد بيشتغل كتير مسلسلات بيعملوا كاستينج بخلوا فايلات عندهم لناس بس يطلع بصيروا يبعثوا ما كتير في شرك ما كتير في شرك بينعطى ادوار شوف عم بتزبط يعني اذا الانسان معروف يعني نعرف بعرفه مثلا انا بعرف اليوم رافائيل شو هو شو ممكن يعمل بس اذا حدا جاي عم يدق الباب بيقول مرحبا انا بدي مسي ما بعرفه مضطره اني اقعد معه احكي معه شوف على الكاميرا كيف ايه شو لك كي وضحك هي خلصت من زمان كي وضحك ما وقف منا انا عندي ما في منا من زمان التمثيل بالبقلة
بس انا بلاقي حالي هلا بملعب الفوتبول ملعب الباسكت بال خليك هونيك انا برايي خليك هونيك احسن على الطبل اريح لك واريح لنا على الطبل والله يوسف شو بتحب تعمل شو شو عندك هيك هوايات الغنى بتحب تغني رح تدرس هلا انا عم ادرس هلا عم تتمرن صوتك يعني اي طبعا اكيد اكيد فوكاليز في حدا منكم كفى برا هلا بس طلع ولا ما لحق انا نزلت تنزلت انا طلعت من الاكاديمي طلعت من الاكاديمي رح دغري على امتحانات شو امتحانات شو امتحانات دراسه جامعه اوكي ايه بس بعد كف كل اللي قاعد انرجي حطيتها بالامتحانات ومش حلوه كثير الحمد لله لا 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 مستعدة لهالمواجهة الحلوة مستعدة جدا قوي يعني بقالي كذا برايم حاسة ان انا انسانة تانية اصلا وانا على الستيج باللي مرق بتعرفي ليه لان ما كان في نوميناسيون لا حسيتي حالك هيدا اللي مرق هلا الثلاثة يلي ما كانوا نوميني حسيتكم عم تغنوا باحتراف لانه ما كنتوا خايفين منا انه اذا غلطنا بحطونا انه ما في لان ما في وما غلطوا ما غلطوا لانه مش خايفين لانه مش خايفين حتى حنان امبارح كنت كثير كثير نسيم مش كزياده انت نسيم حاضر انا حاضر امبارح حضرت والله ايه طبعا لان كنت خايف ما تكون لا حتى بالبرايم يعني سي بون يعني لما غنيت الاغنيه الاولى حضرت الاغنيه الثانيه لا لا بيوجه متوقع الله غنى اغنيته كان كثير حلو طب لو كان كثير حلو ما غنيك بالسولو كان كثير حلو كان زويني اوكي مستعد مروان صديقي حاضر انت حاضر لبنان اولا بريزنت استاذ انا من اول ما جيت عم تتحدى العالم كله انت مزبوط هالجمله من اول ما جيت حاضر وحلو هذا الاصرار كثير كان عن جد حلو هيك مسيره رح تعلمك بالحياه كثير محمد حدا بخلي الناس تحس انه عن جد اذا واحد قرر بصير وبيعرف حاله الانسان اذا عنده شيء جوا بعد ما طلع بيعرف يعني